رمضان كريم وحلقة جديدة وإحنا سايقين. حلقة النهاردة هكلمكم على موضوع ليه قصة بدأ من زمان جدا، تحديدا من 1487. بس قبل ما نحكي قصة النهاردة اربط الحزام وركز معايا ويلا بينا. النهاردة هنتكلم على عربية الإسعاف. عربية الإسعاف من العربيات اللي ليها دور مهم جدا جدا جدا، وليها طريقة سواقة ومعاملة مختلفة جدا لما نلاقيها في الشارع. خلينا نرجع بالقصة كده، هو مين اللي فكر في فكرة عربية الإسعاف وابتدت إزاي؟ عربية الإسعاف مرت بمراحل كتير قوي لحد ما وصلت للصورة اللي احنا شايفينها النهاردة. بس أول ظهور ليها زي ما قلتلكوا في أول الحلقة كان عام 1487، وأول من فكر في الفكرة دي كان الأسبان. وكان فكرتهم إنهم في العصور القديمة بينقلوا المصابين في الحروب عن طريق الخيول، وبدأوا يركبوا عربية صغيرة كده على الخيول تجرها الخيول عشان يقدر يحط عليها المريض. أكبر تغيير حصل في عربية الإسعاف والطفرة اللي بدأت تخلي ناس كتير تفكر ليه ما بنطورش منها، كان دكتور اسمه دومينيك ليري، كان الطبيب الخاص لنابليون بونابرت. دومينيك لاحظ ان في صعوبة كبيرة جدا بيقابلها في الحرب نقل المصابين ساعة المعركة، والمصابين جوه أرض المعركة تنقلهم جواها صعب جدا، فكان بيفكر إزاي يدور على فكرة. وكان الصعوبة الأكتر إنه مش عارف ينقل المصابين إلا لما المعركة تقف، يعني لما يبطلوا ضرب نار، فكانوا بيسيبوهم لحد ما تخلص المعركة تماما ويرجعوا يشوفوا مين لسه موجود حي ومين مصاب. فلقى أن الفكرة دي هتعرض حياة عدد كبير جدا من الجنود إنها ممكن يلحقوا من الإصابة اللي موجود فيها ويقدر إنه يشفيه أكتر من إنه يستنى لحد الآخر. المهم